مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم ونقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين. اكيد مسابقتنا حلوه حتكون ويا عوائلنا ويا شبابنا وبناتنا. انت شعلي علاوي، شلونك؟ علاوي حبيبي، شو اخبارك؟ الله يخليك، رمضان كريم. حلوه قلبك علاوي. لسه هو هالمقالب وياي مالتك، يعني اريدك اسولف وياك بس انا خايف اسولف في الشيء. يعني تفضل. اصدقائك وين؟ مش عليك. المثل وياك وين؟ المثل وياك. لا مش عليك. زين الثالث وين؟ اوكي الثالث اقول لك على اسمه. زين موجود؟ ايه موجود. الثالث مش عليك. زين شلون هسه؟ كيف؟ مثل هديه؟ اي اوكي، الاول موجود جوا بالمول، الثاني بي تو بي قاعد، والثالث بدي لك شيء هديه. مو هاي الهديه لو جماعتك؟ لا صح، انت شنو؟ لا احترفت عليهم. شو سوي؟ احترفت عليهم. احترفت عليهم هديه. علوها كامرتك. طيب مو كامرتي؟ لا مو تاخذها. تعال رجع امي. تعال تعال. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. رمضان كريم. الشباب يعرفوكم كلكم، انتم عندكم فد مواقف حلوه تسووها باليوتيوب تمثلون. شنو اللي خلاك تمثل؟ والله ويا علاوي. ويا على واسع. على واسع. اي على واسع. زين مثلت فيها علاوي؟ لا انا ما حصل للشرف، ما حصل للشرف مثل وياي، ما حصل للشرف. زين ليش؟ ما حصل للشرف مثل وياي. زين جيبه وياك؟ تيجي يحصل لك الشرف؟ ليش لا؟ هاي عليها. هسه عرفتي ثلاثتكم؟ سووا لي فعالية حلوة أم الدقيقتين، بس مو وياي، ويا أنا ما لي دخل. كلفك تدلل. كلفني؟ أها ماشي يلا. بيها هدية. روني شو تريد؟ ربوع. ربوع طبعا. الولد معوق. الولد راح لمباراة هاي الجمعة، راحت طلب للتغيير. طلب شنو؟ طلب التغيير للعراق. طلب التغيير للعراق. إيه. فراح يعني راح داعى. الولد هو خطيه حالته يعني فقير، احنا نقول بالعامية مجدي. بس من راح طلب التغيير؟ من رحت للتحرير، ايش ردت منهم؟ شنو التغيير يصير؟ ربع طوني. هذا ربع. هذا ربع؟ ايه. موسى شلون؟ هيد ربع. اعطيك ربع؟ اي والله رد ربع. ما عندي ربع، مين يعطيك هسه ربع هذه؟ حديقة. سام الراكب يعطيهم شدات شوي بس امه هيك سام. ايه. الله اكبر عليكم، انا مقدم لو شنو وياكم؟ من هو النحات الذي نحت تمثال كهرمانة؟ ابويا. من هو؟ ابويا. من هو ابوك؟ ابويا ابو علي. من هو؟ ابو علي. ابو علي من هو؟ علاوي. ابو علي هو ابو علي، هو ابوي انا علي، هو ابوي ابو علي. علاك بدون هديه؟ ايه جاوبني. اي جاوبتك ابو علي. سؤال ثالث. سؤال ثالث اذا اكو. انا عادي اجاوب على اي سؤال. سؤال ثالث. اعطيك سؤال ثالث؟ ايه اعطيك سؤال ثالث؟ اعطيك سؤال ثالث. يا عم تعرف من هو اللي نحت التمثال الكهرماني؟ بس عندي 3G. اوكي انت بس احكي يا بين ما عندي. خابروني بس على السريع. احكي يا احكي. ما تعرف؟ لا لا اعرف اعرف. بس تعرف؟ ايه. من هو؟ هو شو اسمه؟ من هو النحات؟ هذا كان عنده لحيه وش اسوار هنا. محمد غني شيء. من هو؟ محمد. محمد غني شنو؟ محمد غني. محمد غني شنو؟ محمد غني حكمة. مغم. غمضيت. محمد غني حكمة. محمد غني حكمة. شنو هاي؟ محمد غني. بس اردي شو؟ لا قبلكم شو طلع التليفون؟ راح. لا لا طلع التليفون. علاوي وحسوني فزتوا ويانا بهديه مقدمه من شركه النسخ للسفر والسياحه. هاي الهديه. تعال مين يعطيهم الهديه؟ هاي الهديه. استحي والله. والله استحي. قاعد افرك طيني. استحي والله. استحي الهديه. فيزا علاوي شو تحب تقول بشهر رمضان المبارك؟ ناس يعز عاشكم. ان شاء الله شهر خير وبركه على جميع العراقيين، وان شاء الله بجاه شهر رمضان اذا يروح ربي وقعك بوقعه ما تطلع منها. فابقى يمي الهديه خليها هنا انا
وتحية قناة السامراء حياتنا، وانتظروني بأعمار رمضانية هواية إن شاء الله. إن شاء الله. حسوني شو تحب تقول في شهر رمضان المبارك؟ إن شاء الله رمضان خير وكريم على الجميع، وأمن وأمان واستقرار وليمون نعناع، نرقي ليمون نعناع مرتين. وتحية خاصة قناة سمراء ولك حبيبي خطاب، فدوى القلب إن شاء الله لكم جميعا. مشاهدين الكرام، حسوني وعلا الممثلين.